حاجة الناس إلى الطعام المجاني حاجة ملحة جدا بسبب الحصار، بسبب الحرب، بسبب النزوح، بسبب عدم توفر العمل، بسبب عدم توفر المساعدات، بسبب عدم توفر الأموال اللازمة، بسبب عدم توفر غاز الطهي، أسباب كثيرة، بسبب عدم توفر حتى الخضار وبعض الأطعمة في السوق. فالناس ما بتقدر توفرها، احنا بنوفرها وبنطبخ الطعام وبنقدمه للناس. يا جماعة يلا شيل ها 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 لا في عنا أكل ولا في شرب ولا نطلب إنه يساعدونا ويجي يعني يشوفوا بعينهم إنه لا قادرين نأكل ولا قادرين نشرب. بالنسبة للأكل لا قادرين نأكل ولا قادرين نشرب، وأولادنا كل يوم مش ملاحقين نودي فيهم على المستشفيات، مش ملاحقين نودي فيهم على المستشفيات بالمرة. وهينا هذه الطنجرة بتطعم 20 نفر، ومرار بيعطونا نصها ومرار كلها. الله يخليك يا حبيبي.